اخويا مرحبا، انا الكبير وضيف الاول عندنا هو نور الدين خونا وعزيزنا والله. لي بصراحه انا كنقول امور دارك من الناس الاولين اللي خلاونا نعرف الدومين ديال الاي كوميرس اللي بسببك في الجروب ديالكم اللي خلانا تعرف الدومين وتنابت في الصوره وبزاف ماشي انا بزاف ديال الناس اللي دابا الناس ولاو كيبانوا في الويب. سورس انا ديما تنقول لهم السورس ديال الاي كوميرس لوكال والسورس ديال كاش اون ديليفري هو اي كوموريوس، ماشي مرحبا اخويا، هذه معروفه من مرحبا تما بدا الاي كوميرس، ماشي الطيلاطه والله حظك اللونسمون اخويا بدا من والله تما. هذاك الخير والبركه. قول لي اخويا نور الدين، عرفني براسك في الناس اللي ما عارفينكش، واخا انت غير على التعريف. ماشي مشكل. نور الدين خيطي، مؤسس اي كوموريوس موروكو، لا كوميونيتي ديال الاي كوميرس في المغرب، بليس مؤسس سي او دي شوبي اللي هي مرحبا معروفه. واحد كيسيو من الدقه الاولى معلم السخون، ما كاينش عفاش اخي كيفاش تستهدف المغرب في التيك توك. ولا كلشي كيسول على تيك توك، عمواج كلشي باغي تيك توك. تيك توك شوف تيك توك الدراري ويوتيوب، باليوس خانة معلم عندك. الناس قراو مارك. شوف هو انا قال لي معول غير على الارتس باش يبيع، ما تنقول له عاود 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 الكالكيل، فهمتي؟ الا كنتي معول غير على الاونلاين اس باش تبيع، عاود الكالكيل، فهمتيني؟ خصك تعول على توسكي اسيت، يعني كما كنسميوه حنا في الاي كوميرس كيسمى السي او دي اسيت. شنو هما الكليان داتا بيس ديالهم حاول تجمعها، فهمتيني؟ حاول تجمعها باش اكسبلواطيها. ديك الساعات كما كتعرفوا فاش كتجمع الداتا بيس راه كيولي داك الاودينس ديالك تري تارجيتي، دير ليه الابسيل، دير ليه السيركلين. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش اودينس سيركلين، هو انك كتصيفط للفيسبوك واحد الاودينس ما كيقرب ليه حتى شي حد، كتبيد عليه كيولي ديالك بوحديتك، هي ما يميزي بنادم باش يوصل ليه ما كيوصلش ليه. هذا كيتسمى الاودينس سيركلين، يعني استراتيجيه ما مازال ما خداميش بها الدراري في المغرب، مي بون اش بدا من هنا قدام ان شاء الله خدام. لا ان شاء الله ان شاء الله. حنا بزاف دابا ما دام اللي قابلنا بزاف فيسبوك هو سدان. انا بحكم احتكاكي بزاف مع الدراري اللي كدي معاه، قول لي حق سدان فيريفي سدان. اغلبيه بون مشكل السدان راه حطيت الفيديو في يوتيوب ياك. هو ماشي، شوف هو مشكل السدان في الفيسبوك سي غولاتيف، فهمتيني؟ كاين اللي غير مظلوم اي جالس تيخدمو مظلوم، تسد ليه كونت فيسبوك ديالو، ما داير لا بيديه لا برجليه. كاين وي اللي داير بيديه وبرجليه وتسد ليه الكونت، يستاهل انه يتسب. وكاين اللي من ظهره جا في المغرب، بحال فيسبوك وشنو هو ادس ديالو الاسباب في ديال المغرب بروفيل، والفيسبوك تدير ديما دي كومبان، كدير حملات في الدول العربيه والدول الاسيويه بالجهد. بحال دابا مثلا مصر راه اكثر منا في المغرب، مصر راه ما كاينش شي واحد ما تسجلش فيه الادز مانجر ديالو، والمغرب بعدا راه صافا. عندك بغيتي تيفيتي فيسبوك ادز يميك عليك ولا فيسبوك يميك عليك من ناحيه البيزنس مانجر، وهذا سير اخويا حل الكونت في واحد الدوله اللي تيحترمها الفيسبوك ما كيسدش فيها لي كونت. دوك الدول راه قلتهم، كاين الدنمارك، سويسرا، البرتغال، سنغافور، النرويج. حل الكونت فيسبوك في هاد الدول، فيريفي به، امبوسيبل تسد، امبوسيبل تسد. واحد الارتيكل كنت قريتو، الدنمارك في 2019 ما عمرش فيسبوك ادس تسد عندهم، ايماجين عام كامل حتى واحد ما تسدش. علاش؟ الناس ستريكس، شنو باغا تخدم فيسبوك تيبغي دوك الناس ميك عليهم، واخا كيعياو يديروا في المخالفات ما كيسدش ليهم. علاش؟ عارف المارشي ديالهم نقي زوين، واخا الناس كيديروا مخالفه اليوم راه ماشي عن قصد. اما المغاربه راه بصح هو باغي يدير مخالفه. مشكل الحل اللي كاين، يرجعوا ليوتيوب، ايكوم واريورز في يوتيوب راه غيطلع لكم فيديو ديال لا الحل. الله عندك واحد الشانيل فغني بالفيوز واعرين مؤخرا اليوم. فيديو اليوم راه في الرشيد البرو، كيفاش تقلب على المنتوج الرابح، راه شوك بيرانيت فيديو زويون فيه ميديا. اش نحاولوا، فهمتيني؟ تنحاولوا واخا جينا معطلين بزاف، ولكن ماشي مشكل. لا الحمد لله باقي الخير، باقي الخير، مازال باقي خير شي في يدك كما تنقول. طالع ديال الاي كوميرس، راه باقي لا كيمشي جيل وكيجي جيل، لا كيبقى ديما هذاك الشيء وجات. اللي كاين، مازالين العامين ان شاء اليوم الله، ما كاينش شي تحت الحمد نفس لله، طويل. ما كاينش تحت. وبسام واحد كيسولني كيقول لك كيفاش نبدا نرد الخير؟ دابا الناس باغي تبدا وخايف، يقول لي غنبدا غنخسر راس المال، لا غندير، كيبقى ديما كيسال لا غنبدا اليوم غنبدا غدا، كيبقى ديما اجل. كاين اللي كياجل عام، انا كنعرف الناس اجلوا عام، اجل الشهور، كاين اللي عامين، كيبقى ديما يفكر وكيبقى ديما يبحث ويقرا ويبحث ويقرا، كيبقى في ديك الدوامه كيقلب كيقلب. شنو هو السر باش انت كيفاش بديتي، وشنو هو السر الانسان باش يبدا؟
فهمت. بون انا كيفاش بديت ماشي هو كيفاش تبدا دابا، فهمتي؟ انا بديت عاوتاني في سيتياسيون اخرى، فهمتيني؟ في سيركونستانس واحد اخر، في مارشي واحد، يعني المارشي ديال المغرب ديال 2011 2012 ماشي هو المارشي ديال 2021، فهمتيني؟ المارشي ديال 2012 راه ما كاين، ايماجين الاخوان لي ستور اللي كيطلقوا البوبليسيتي في فيسبوك ادز، هذه مازال عاقل عليها، في 2013 كانوا واحد 6 ولا 7 ديال لي ستور هما اللي خدامين في فيسبوك ادز المغرب كامل، كومبيتيسيون زيرو، فهمتيني؟ يعني فاش بديت انا بديت في المارشي كما تنقولوا كان مزيان، يعني كان اكسيسيبل لكلشي. دابا ديالك بوحدك المارشي كان دابا حد دابا حاليا المارشي راه مزيان، غير هو شكون كيدوم فيه وشكون كيعيش فيه، غير اللي تيخدم معقول او برودوي ديالو دو كاليتي، هذا هو اللي تيعيش في المارشي ديال دابا، فهمتيني؟ اللي عايش وكيبيع مزيان وخدام هو هذا، كيركز على البروداكت هو الاول. وكما تنعرفوا في الماركتين ميكس ولا اساسيات الماركتين او اساسيات التسويق اللي هو كيتسمى الماركتين ميكس، كيتكون من 4 بي، واول بي هو البروداكت، فهمتيني؟ البروداكت عاد كيجي البرايس، عاد البليسمنت، عاد البروموشن، يعني البروداكت راه هو حجر الاساس، هو الستون، فهمتيني؟ برودكت كان عندك زيرو راه بيزنس كامل غيتبنى على الزيرو، برودكت كان عندك ناضي بيزنس كامل غيتبنى ناضي، فهمتيني؟ يعني الحاليه اللي ننصح الدراري دابا باش يبداو، ما يركزوا لا على فيسبوك ادز، ما يركزوا لا على منين يشروا البرودوي، لا على حتى شي حاجه، يركزوا على البرودوي ان سيلف، لحقاش البرودكت حاليا از ذا كينج، فهمتيني؟ البرودوي حاليا هو الملك، ركزوا على البرودوي. شوف انا دابا انا تنتعجب شي واحد باغي يبدا وغادي تيتعلم فيسبوك ادز قبل ما يبدا، بحال بغيت تقول شي واحد باغي بحال غادي نقولوا شي واحد باغي يضعف و تيمشي ياكل السكر والخبز والكربوهيدرات وداكشي، راه باغي تبدا الاي كوميرس اول حاجه غتركز عليها هو البرودوي، ما تمشيش فيسبوك ادز، فهمتيني؟ راه فيسبوك ادز راه تيجي ثانوي، البرودوي هو الاول. شوف واش غتصوب برودوي براند، واش غدير ليبلينغ برايفت ليبلينغ، يعني برودوي ديجا كاين جاي من الشينوا وانت غتعاود ليه لومبالاج وليتيكيتاج وداكشي، اولا كما قلنا فروم سكراتش، اولا غتشري برودويات ديال السوق، فهمتيني؟ كما كنسميو حنا في الكاتيجوري ديال البالك سيل، يعني غتبقى تشري برودوي ب 20 درهم وتبيعو ب 200، تشري ب 40 درهم تبيعو ب 200، برودويات الشينوا جاري بهم العام، فهمتي؟ كاين تخوا تيب. انا اللي كنصح به دابا حاليا هو البراند، انا يعني كنهضر شوف كاين اللي غير داخل باغي تيستي المارشي ويمشي فحال، فهمتيني؟ ولكن امتى غيبدا البراند؟ امتى غيبدا البراند نورتي؟ امتى غيبدا البراند؟ هو امتى غيبدا؟ واش تيدي واحد راس المال ديجا يكون تعلم في الدومين، ضرب واحد شهور عام مثلا، ولا غيدخل مع الدخله مع يدير البراند، ولا خصو يدوز برودوي شنو هو الاول، حاجة طاب اللي طاب هو الاول، ولا يمشي نيشا، ولا يمشي يحرق مراحل ويمشي نيشا البراندينغ. بون انا بالنسبه لي صعيب يمشي نيشان البراندين في الاول، وهي عاوتاني كتبقى سيغولاتيف، راه شوف راه هو الدومين الاي كوميرس راه دومين فاك كبير بزاف، وكل شيء فيه نسبي ماشي مطلق، ما كاينش شي حاجه مطلقه، ندير براند ننجح نبيع برودوي شينوا ونخسر، ما كايناش هذه المعادله هذه. كنعرف الناس خدامين في البرودوي شينوا ما كيحققوا ارقام زوينه، كنعرف شخصيا غير هو زعما كما تنقولوا حنا لي زيكسبيرت الاي كوميرس، الجولد ناكيت، الجولد ناكيت هي البراند، فهمتيني؟ الجولد ناكيت هي البراند، الا بغيتي تربح مزيان فلوس، ليكيب ستامينا ديالهم تكون طالعه، البرفورمانس طالع وما يكونش عليهم بريشر الضغط، راه كتبيع مثلا 20 برودوي في النهار وكتجيب 20 ميل ديال الربح، ماشي هو تبيع 120 ولا 160، فهمتي؟ راه كتبيع 160 راه ليكيب ديالك راسهم غيتفرقع، كاين الروتور بزاف، كاين بزاف د الحويجات، يعني كتبيع برودوي دير 800 درهم وعندك مارج ديال 450، مارج ديالك هادي بينيفيسي كتدخلك، ماشي هو برودوي كتبيعو ب 200 درهم كتدخلك 80 درهم، فهمتيني؟ مارج لا، يعني هنا كندخلو في اللي بغيتي. دونك انا اللي ننصح الا كان بنادم ما عمرو خدم الاي كوميرس وما عنده حتى شي خلفيه، هو انه يتريني بالبروداكت ديال الشينوا، ما فيها باس، فهمتيني؟ واحد الشهرين ولا ثلاث شهور ولا ساعه، يعرف اساسيات البيع في المغرب،
السيكولوجي ديال البايرز كيفاش دايره، بنادم كيفاش داير، ماشي كيفاش داير، السيرفيسز لي سوسيتي دي ليفريزون كيفاش دايرين الى اخره. يخدم واحد العام ولا 8 شهور ولا 6 شهور، يدير واحد لاكيزون ديال ليكسبيريونس، من بعد كريي كما قلنا يمشي للشينوا مثلا، يسيفط واحد دوموند ديال مثلا واحد 1000 برودوي تصاوب ليه خصيصا يجيه، ولا يمشي يطلع مثلا لاكادير ولا الفاس يصاوب شي برودوي الجلد ولا شي برودوي الاركان. حنا تنعطيهم هنا مقترحات هايبوثيسيس. تبارك الله تبارك الله. لا سمعتي ما كيعرفوش خويا نردينا، اخنا نردينا من الناس اللي كيديروا الاي كوميرس في اوروب وبزاف ديال الدول. تقريبا اول مغربي خدم سي او دي في اوروب، شحال من دوله اخرين مغربي؟ واخا اول مغربي ومازال الوحيد. شحال من دوله تقريبا معنا؟ شحال من دوله تقريبا خدام بها دابا حاليا؟ دابا حاليا من كورونا لهنا مكونسونطري على واحد المارشي ديال الاي اي جي ايسترن يوروبيان جروب، تقريبا واحد 15 دوله، تشيك، بولندا، جورجيا، كوسو، اوكرانيا، رومانيا، ما عندك فهمتيني. هذا هو المارشي اللي مكونسونطري عليه حاليا، مارشي ديال لي سبان ولي طالي بيان سور، هذوك باش يبقاو الاعمده، وهذوك دي مارشي دو بليس او اون بليس مازال في المغرب، مازال خدامين تنبيعو في المغرب. دونك دابا الدري كيسولوك يقول لك مساحه الاسئله، سول واحد الدري كان ديجا لقيتو عندي هنايا، قال لك كيفاش دابا البيزنس، كيفاش تسكيل البيزنس ديالك وتقام بحال هكا تقوم داك الشيء عندك مكادري مزيان، مقابل البيزنس في المغرب، مقابل مثلا البيزنس في افريك وفي اوروب مثلا، واحد ثلاثه واقف اوف لاين بحال شي قهوه ولا بحال شي ريستورون ولا بحال شي حاجه، وداك الشيء كامل كيكون مجيني مزيان وغادي مزيان، ما كاينش غلط. شنو الوصفه اللي بحال واحد كيبغي يسكيلي اون فوا كيدير البيزنس الاول الثاني كيتلف كيمشي ليه كل شيء، فهمتيني؟ يعني شنو الوصفه اللي الانسان يكثر لي بيزنس ما كيبقى داك الشيء عنده غادي مزيان غادي يريكلو. بالمناسبة الإخوان، مادام هضرنا على الأوروب، راه في نوفمبر غنكون سبيكر في مالطا في أوروبا، غن 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 ديطاي البيزنس ديال السي أو دي في الأوروب كامل في مالطا، غنسبيكي مع لي سي أو ديال لي سيت الكبار في العالم فهمتيني. كاين أخبار أنه يكون حتى السي أو ديال تيك توك تما، تبارك الله. يعني كيما تنقولوا الفيرست وورد، يعني خلينا من داكشي ديال النيفو هارب، خلينا من داكشي ديال فهمتيني. لا داك لا لا هذا فهمتي الفوق، هذا نمشي للاخر يعني كما قلت شي. دونك بالنسبه للدراري اللي غيكونوا في اوروب، مرحبا بهم فهمتيني، نجيب لهم شي ديسكاونت ولا شي حاجه، راه غيكون في مطار معروف، راه لي فيلم اللي كانوا فيه الدراري مؤخرا في دبي، غير هو هذا النسخه كما تنقولوا الهربه ديالو فهمتي، ماشي ماشي اوروبيه، نسخه للعالم الاول ليه. بون بالنسبه للاول ان وان، كما كيتسمى اول ان وان ياك، اول ان وان هو سي ار ام. نهضر مثلا انا على لا سيتياسيون ديالي انا مثلا حاليا، انا كنجيري اكثر من 8 ديال البراند في المغرب وخارج المغرب، 8 ديال البراند، هاد 8 ديال لي براند كاملين حاطهم في واحد البلاصه سميتها ارياز، مسدفهم دابا كنهضر على السي ار ام ديالي، هادي مطلوبينها فروم سكراتش فهمتي. المهم بالنسبه للدراري اللي غيوصلوا لهذا النيفو، راه ضروري غيمشي غيديفلوبي سي ار ام ديالو، راه ما غيمشيش يخدم مع زوهو ولا ما فهمتي، شو هو تيدخل في واحد يخدم ب سي ار ام. شنو هي سي ار ام؟ هي كاستمر ريليشن مانجمنت ولا كاستمر سيرفيس مانجمنت ولا البروجيكت مانجمنت كامل ديالك. دابا بالنسبه للسي ار ام، المهم انا دابا واخا راه هذا راه افونسي نيفو تنهضروا عليه فهمتيني الفي، ولكن غنحاول فهمتيني نبسطو نعطيه في سميتو، نعطيه زعما في ستيتمنت زوينين. مثلا كما قلت لكم اكثر من 8 البراند عندي انا، هاد 8 البراند كاملين اول ان وان صافو دير، كاملين مخشيين مع بعضياتهم في سي ار ام وحده، فاش كنهز غير اي دي واحد ديال اوردر ندير هاد الثمانيات اللي براند كاملين كنحطو في داك السي ار ام، راه اوتوماتيكمون كيطلع لي ستوريك ديالو كامل، كيطلع لي الديتاي ديالو كامل، شكون البنت الايجنت اللي كونفيرماه، ها لابيل مسجله لتحت كنطلق اوديو كنسمع، هادشي كنقولك غير ايدي، غير ايدي ديال اوردر تنحطو في السي ار ام في الخانه ديال السيرش، تيطلع كلشي مديتاي. شركه ليفريزون اللي ليفراتو بالنسبه لواحد جوج ديال لي براند عندنا في المغرب خدامين مع لي ليفرور، ما خداميش مع الشركه ديالنا ديال الشعب بلا ما نديروا الاشهار،
الفو كنحطو الاي دي ليستوريك وقتاش تخرج برودوي ديسباتشا وقتاش وصل الكليان شكون شركه ليفريزون اللي داتو شكون الايجنت اللي كونفيرماه ولابيل ديال الايجنت كتكون حتى هي لتحت الا بغيت نسمعها اوكاو ستاتي ديال البرودوي واش اون اكسبيديسيون واش هذا واش هذا واش هذا كلشي دونك هنا كتوفق انك تجري البيزنس ديالك كامل علاش اول ان وان كتجمعو كامل بلاصه وحده غير بجوج كليكات ثلاثه دونك هكا كيفاش انا كنجري فهمتي وهي تبارك الاخر نوض ديال اللي هو هارف ماشي نيفو كبير هذا دابا كيقولوا تقريبا نوضين شحال مرات كيف تقريبا باش نوصل لهذا النيفو هذا شحال خضر ليا انا الصراحه اللي نقول جديد شحال تقريبا من دوي السيم الفاشل لحد دابا الناس كيشدوا بحال المغاربه ولا العالم كاع المشاهدين كيشوفوا داك الناس كيوصلوا النيفو الاخراني ما كيشوفش المراحل اللي قبل شحال مره طاح شحال مره خسر شحال مره دار شي بروجي ما صدقش ليه يعني كنشوف دم شي قاصحة صراحة شوف يعني الإنسان ماشي تجي ساهلة كما كيقول هي خي أمين حتى حاجة ما ساهلة فهمتيني راهي فاش كتوجد الماكلة كاع باش تجيبها باش تاكل راه كدير واحد الإيفور راهي داك تتحرك كدير إيفور هادشي وجدتي كلشي آخر مرحلة تدير دونك راه حتى حاجة nothing is for granted المهم البداية ديالي علاش قلت كانت ساهلة ماشي ساهلة بهذا المفهوم راه هي ساهلة وصعيبة أو ميم طو أنا كنت كنقرا في الأوروب وبيرو في درب عمر ستة كنقرا وتنخطب قسما بالله شو هادي زعما واحد الوقت وصلتو كل جمعة في العشية تنخط الطيارة المهم ديك المدينة اللي كنت فيها كنقرا فيها كان فول واحد اللي كيجي كيدي لمراكش كنجي كل جمعة في العشية كنزل في مراكش كنهز التران نيشان الكاز كنخدم السبت والحد فهمتيني تنعطي كاع تو دو ليست كامله ليكيب اللي غيديروا دوغون لا سومين كان عندي شي حاجه كنقضيها نيت السبت فهمتيني شي فورنيسور خصو شي فلوس شي حاجه شي هذا شي هذا فريمون بدايات صعاب في الساكريفيس بزاف فهمتيني ميم بزاف الاخوان راه ما عارفينش بان راه سمحت في قرايه باش نكمل ديفلوبي الاي كوميرس وزعما راه فريمون فهمتي كارير هذاك سمحنا فيه ماشي لا فهمتي فريمون كارير باش تركز على الكوميرس تمشي بعيد بقيت تقريبا دو زون في هاد السيتياسيون هاد دو زون العام الثالث سكيب العام الثالث صراحه تما صراحه فين دقنا فلوس الاي كوميرس ديال بصح فهمتي اول مره تندخل الكونت تلقى داخله 60000 درهم في نهار واحد تبارك الله هذاك هو العام تما عرصار المغرب فين كاين الخبز شوف ساهلية هنا في الوراق هنا في كل شيء هنا فين كاين تما عرفتش بأن فغيمون مارشي المغرب سي لافين لا كيف القصة في البدايات راه كان بزاف واعر وقول لي اخويا نوردي كيفاش انسان يكبر راس المال ديالو في نزل الاي كوميرس كيفاش حنا حام واحد كيقول حاب تلقى لي كيبقى ديما كيدور في نفس الدائره اما كيطب كيخسر فلوسه في الاس ولا ما كيربحش ولا ما كيبقى ولا كيدور لي مثلا في السلعه في غوتوخ وواحد كيفاش انسان يكبر داك راس المال ديالو بون راس المال انا كما تنسميه هو السطوك ياك راس المال هو السطوك دابا حنا تنهضروا كاسون ديليفري غيكبر راس المال هو ستوك مثلا عنده 1000 درهم في راس المال بدا بها الاي كوميرس ديك 1000 درهم كتخرج كامله هما بحال شي اسرى ديك 1000 درهم بحال شي عسكر عندك تصيفطو باش يربح شي معركه ويجيب عسكر واحد اخر هذيك 1000 درهم هي راس المال باش بديتي الاي كوميرس شريتي مثلا لنفرض شوف حنا نمشيو بالحساب سامبل كاع شريتي 1000 برودوي ب 1000 درهم 1000 برودوي شريتيه ب 1000 درهم ياك خرج كامل هذاك 1000 برودوي ب 1000 درهم ما غتبيعش داك 1000 حبه اللي شريتي ب 1000 درهم غتبيعها بواحد 5 دراهم مثلا ياك تما بيان سور ديك 1000 حبه راه ما غتباعش كامله ب 5 دراهم حنا المهم السيناريو العادي اللي عندنا في الكاسون ديليفري في المغرب
هو انها كتليفر 70 وكترجع 30. هذا هو زعما الافريج اللي كاين. دونك الا درتيها ماساج دير داك 1000 برودوي في السيمانه وتليفرات منه 70% و30، المهم نحاول ما ندخلش بزاف في الحساب باش ما ندوقش الدراري متبعين، و30 رجعات راه كضرب حساب شحال كتولي 1700 درهم ياك. دونك هانت في غا ماساج واحد خرجتي ليك 1000 درهم، مشات ضربات الدوره سارات في المغرب كامل رجعات 1000 درهم وجابت معها 700 زايده. هكا باش تكبر راس المال، فهمتيني؟ هكا باش تكبر الشيفر دافير، هكا باش تكبر البيزنس ديالك. بد الكونسيبت هذا ساهل بزاف. تكبر راس المال هو البرودوي. شوف نقدروا نديروا واحد 20% زايده ما بين الفيسبوك ادس والديليفري، ماشي مشكل. نقدروا نديروا مثلا ما بين الفيسبوك ادس والليفريزون زايده واحد 20 حتى 30% مثلا. مشات لك 300 درهم في الادس باش بعتي داك البرودويات كاملين ديك 1000 درهم، فهمتي؟ خاص تقطع عام ديك 700، شحال غادي تبقى؟ تبقى 500 درهم. غتبقى 500 درهم. دونك غاماساج واحد انت ولات عندك 1500 درهم، وهكا نقطة تيحمل الواد، فهمتي؟ كتبقى طقت شويه تلقى راسك تلعب في 100000 درهم. ضرب واحد 6 سنين 10 سنين تلقى راسك تلعب في 1.5 نفس اللعب النيت. شي داك اللعب اللي كنتي كتلعب فيه صغير هو النيت، راه نفس الميكانيزم، فهمتيني؟ نفس الميكانيزم باش بدي راه غير شي فخشي كبروا وبيان سير تكبر المسؤوليه، ولكن راه انت كما تنقولوا تعودتي خديتي ليكسبيريونس صافي ما تعاودش تغلب بك هذه ولا هذا ولا لا. لكن اللي من الاول باغي يبدا هو لا ما يمكنش، راه خصك تبدا صغير الاخوان. راه الا ما بديتي صغير راه غتوصل وغادي تفشل، ولكن ملي كتبدا صغير وكتعرف البنت اللي كتكونفيرمي شنو كدير والليفرور شنو تيدير والبروسيس كامل كيفاش غادي، راه فاش كتكبر راه ما يلعب عليك حتى شي واحد، فهمتي؟ كتعرف كل شيء، كتعرف ديك السيكل كامل كتجوز عليه انت، عارف كل شيء. لا كتعرف كل هاد القضيه زعما كتبقى يعني انا فكاشكم دوز لي طاب من ا بي سي دي كتعرف ماشي كيعاودوا لك لا حاجه كيبقى يعاودوا لك، انت كتكون مجربها وعارف حلاوه ديالها وعارف اللي جاي يقول لك لا هذه كدير، يقول لي لا مجربها وعارف كيفاش كدير. دير ا بي سي دي حيت انا درتها وصدقات لي، انت غدير وتصدق لك. هذا ما خصك دوز. شوف هو شنو يقول لك في عالم البيزنس، ضروري خص البوس يكون داز من المرحله ديال الامبلوير. شتي هذاك مو الشركه في عالم البيزنس، ضروري خصو يكون داز من النيفو ديال هذاك العيان اللي خدام عنده في الشركه، باش داك العيان اللي خدام عيان عارفو شنو تيدير. راه وقعت لي انا يعني شحال خصك خدام الحمد لله شحال الخدمه في عالم البيزنس هو هذا. لا ضروري تجرب ما حتى كتجرب ما حتى كتجرب تجاري اخرين. زعما خويا نرضي كاين ديكالاج في الهضره. شنو قلت يا خويا علي؟ قلت لك ما حد كتجرب بزاف د الحوايج، ما حد كتاخذ بزاف التجارب، وكتولي انت كتاخذ القرارات ديالك مزيانين بديك التجارب بزاف اللي درتي. وي ينفعوك، ماشي اي حاجه تجربها كينفعك كتنفع، خصوصا اللي بديتي من الاول كتجرب بزاف د الحوايج حتى النسبة ديال الغلط ديال الخطا كتكون، ولكن ماشي بنسبه كبيره. وي لانك عندك واحد لامار امبلوي. وي امبلوي عندك الصح. دونك بزاف الدراري كيسولوني على التيك توك، المهم بداو كيشوفوني في التيك توك وكيسولوني على التيك توك ادز الاخوان. راه المهم بون مثلا بنت ليكم في التيك توك راه ما كتعنيش انني خدام في تيك توك ادز. باش نفرقوا، حقاش ان فوا بديت تيك توك تحت واحد الفيديوهات ولا ثلاثه هجم عليا بنادم باش يدخل عندي كيفاش ندير تيك توك ادز. الاخوان راه ما كنديرش تيك توك ادز، راهي المهم تيك توك ادز راه عندي كونت ديال تيك توك ادس راك تحليته فاش كنت في المانيا 2019. ديبي ديال 2019 كنت حليت كونت ديال تيك توك ادس، ولكن ما عمرني خدمت به. راه ديبوزي فيه شي حاجه حقاش عارف كاليتي ديال البايرز تيك توك كيفاش دايره، هي القل كاع كاين عندك كاين. المهم انا نستفهم ليكم دابا، كاين عندك جوجل ادس رقم واحد ياك، جوجل ادس فيه يوتيوب وفيه ليسيت وفيه شويه ديال نقدروا نسميوه النيتيف ادس والسيرش ادس داكو، هذا كيبقى نمبر 1. تيتبعوا شكون؟ تيتبعوا الفيسبوك ادز وانستغرام ادز، وكيتسمى
الاودينس نيتورك بما فيهم تيندر سناب شات اتسيتيرا اتسيتيرا. بوزيسيون الثالثه عاد كيجي التيك توك. دونك التيك توك اي راه كيجي المبيعات ولكن راه هو الاخر, هو في الكلاسمون كاليتي ديال الاودينس كيبقى هو الاخر. الاول هو جوجل كيتبعو جوجل. فاش كنقول جوجل كنقول يوتيوب, كنقول بزاف ديال السيرفيسز منهم حتى افيتو. كاع شي لا بغيتي تبيع افيتو, بغيتي تبيع دير افيتو ادز وديرها من جوجل ادز ديرها. وهذا راه ما عمر شي واحد قال لكم حصريا حصريا. شي لا بغيتي تبيع افيتو, بغيتي تبيع افيتو تقدر تبيع من جوجل ادز. فاش واحد غيسولنا يقول لي او كيدرتي ليه جاب افيتو لجوجل ادز, جاب الزيت للماء. يا الاخوان تبيع غير بانر في افيتو, كتمشي عند جوجل ادز كتقول لي هاد لانونس ديالي بغيت يبان في سيس واحد في العالم كامل اللي هو avito.ma. كتفيل تريه اوتوماتيكو كيمشي جوجل كيقصد افيتو كياخذ لي سباس اللي افيتو حاط فيها جوجل ادسنس. تما كيتست البرودوي ديالك, البرودوي ديالك سي من قدام كلشي. البرودوي ديالك هو الاول فاش كيدخل الناس افيتو, البرودوي ديالك هو اول حاجه تيشوفوها عباد الله. وتقدر كاع نزيد شي في الترافيك واعر افيتو. الناس كاين باغي تشري اللي داخل افيتو باغي يشري بنسبه كبيره, يعني في ترافيك ناضي سخون. واحد الاخ قال كي درتي ليها وهذا الشيء اخويا راه ما تلقاش عند صحاب الحي وداك الشيء. الشيء راه فهمتي هذا الشيء ما كاينش اللعب فهمتي. هذا الشيء كما تنقولوا من قاع الخابيه خدمه من تجارب. ولكن الاخوان عاوتاني شوف راه ماشي تبيعوا اي حاجه عاوتاني في افيتو از. افيتو از عنده عاوتاني عنده برودويس ديالو لي زاكسيسوار ديال لي فواتور لي موبيلي. لي موبيلي زعما ماشي العقار تبيع, لي موبيلي ديال لي موبيلي يعني فراش الفران داكشي بروفيسيونيل وي لي بيرو لي شيز هادشي كامل كيتباع في افيتو. اما برودويس الاي كوميرس ديال ماشين كيبقى هما الاخرين يعني كاتيجوري الاخر ديما. دونك البلان هو دير عليها شي فيديو. لا خويا هادشي ماشي فري, هادشي ماشي تعطاش فري, هادشي تعطا فهمتي في بلاصتو يعني تعطا في المقام ديالو يعني في كلاسمون يعني لحن شويه. هادشي قليل كتقال, هاد المعلومات قليلة كتقال وما عمري سمعتو من انايا. ما كاينينش. غنتحدى اي واحد دابا قال لي يقدر يبيع في افيتو من جوجل ادز. حدا بقى غادي يقول لك كيفاش دير فيسبوك حقا دير هادي هادي نفس الخدمه كتعاود كواحد كيعاود بطريقته. يعني يمكن طرق جداد بحال هكا افيتو قليل كتسمعها, ما كتسمعهاش بزاف. لا ما كيسمعش. لا شوف هو خويا امين نقول لك واحد القضيه. بنادم في المغرب حتى الدراري اللي تيهضروا على الايكوميرس وداك الشيء سبحان الله انا حتى فهمتي سافرت بزاف فهمتي تبارك الله اكثر من كنقول اكثر من 15 20 دوله اللي سافرت ليها وتعايشت مع ناس فهمتي يعني عرفتهم عن قرب يعني ريحوا معايا وريحت معاهم عرفت طريقه التفكير ديالهم. في المغرب سبحان الله بنادم دماغه حابس يعني ديك الكرياتيفيتي وفهمتي كما تنقولوا حنايا الاينشتاين ويز فهمتيني. مثلا اينشتاين شنو كان كيدير؟ كان يشدد المحلول ويخلطو مع هذا المحلول وكذا وفهمتي صدق راه هو هذاك ما صدقش. المهم شوف هاد القضيه نقول انا كنطبقها في حياتي. جرب شي حاجه جرب راه غير اذا صدقات راك رابح, الا ما صدقاتش راك رابح. جرب شي وعرفتي بان ما صدقاش ورتي عليك بدماغك. وي الا ما جربتيش كتبقى كتقول لا غتصدق ليا كتبقى مرون. الله ما ديرها جربها. صدقات راك ربحتي شي حاجه زوينه درتيها. ما صدقاتش راك درتي حيت بانك الحمد لله جربتيها كتقول راه فشلت فيها ولكن المره الجايه غندير احسن. هاك تعلم وخا درتها تعلمتي وين غديرهم فتعاودها غتعاود واحد الكاليتي نقيه غتقول لا هذه كان خصني ندير ليها هذه. كتزيد تبحث كتزيد عاود تبحث المره الاولى والثانيه حتى تقاده. يعني خاصك غير تبدا وتجرب. الا بقيتي كتخوف راه ما كدير شي حاجه كتبقى بلاصتك. بالعكس كتخرج بلاصتك كتخرج على الله. اجي نقرا كومونتيرات والله يسوى يا رب. تتلفون هذا الموضوع واحد قيا قال لي اجي بشار الكومونتير. بون سي تنعاود نرجع لك.
فوالا قلت لك بنادم في المغرب خويا. قريت لو كومونتير. واحد خلينا قال لك في المغرب ماشي تيحتكروا المعلومة، تيحكروا على المعلومة. يا كنا كانوا تيحتكروا عليها مزيان، وكانوا تيحكروا عليها يعني تيشوفوها شي. كيبقوا عليها كينشفوها. واحد الصاد قال لك خويا من الاخر انت هارب ملي عرفت انك درتي دوره وما تسرباتش ليك، عرفتك شديد ماشي بحال هذوك اللي صدقون الصاد. وي وي خويا وي، شوف باش نتفق على واحد القضيه. المهم هذا الموضوع هذا راه شائك حتى هو في بزاف ديال الدراري تنتلاقى معاهم، هو الترند هذا حاليا. تنتلاقى معاهم سوا في الزنقه سوا في، تنكون هابط من البيرو مع البيرو ديالي جا في السونتر فيه فهمتي، يعني تنهبط تنبغي نشرب قهوه ولا شي حاجه ضروري شي مرات تنطلق. الموضوع اللي اغلبيه تيهضروا لي عليه هو هذا تقريبا. اخوان خصكم تعرفوا واحد القضيه، ايكو موريورز نهار دارت الفورماسيون، تهضر على الفورماسيون، راه ما كانت حتى شي فورماسيون في الانترنت كتهضر على الكاش اون ديليفري. كتغير انت؟ راه باش نكونوا واضحين فهمتيني، لا ما كان حتى واحد، شهاده ما كان حتى واحد. راه اول فورماسيون دارت، راه دابا شي يكون جي داب ودرت ايكو موريورز غادي تفشل. علاش؟ عشرات الدورات تيهضروا على الكاش اون ديليفري، هو في عالم ديال ليكور وفي عالم ديال الدورات شنو تيقول لك لي زيكسبير فهمتيني، في العالم كامل سير عند ثينكي فيك سير عندهم كاملين اش يقول لك؟ تيقول لك الدوره الناجحه هي الدوره الاولى من نوعها. مثلا واحد الاخ معنا في المغرب كان دار واحد الدوره على الريسكين، شحال هذا هو صاحبي وتنحترمو كلشي، هاد الدري دار دوره على الريسكين بحال شكل الايكو موريوز شداس هي الاولى فهمتيني، ما قرب لها حتى شي حد. ما راه لا ميم شوز، راه ايكو موريورز راه ما عمرها غادي تسرب وما عمرها غادي تفشل. وايكو موريورز راه هي طامبو، هي بحال غادي تقول ستامب ديال الاي كوميرس في المغرب. راه الا كتبتي غير كاسون ديليفري ماروك في جوجل ولا شي حاجه راه غتلقاها هي الاولى فهمتي. الا كتبتي كاسون ديليفري ماروك دابا في جوجل غتلقى ايكو موريورز هي الاولى، باش يثيق فيك جوجل ويريكومونديك مثلا الالاف ديال الناس اللي كيقلبوا على داك المكلف. راه كيخلصوا ناس باش يبانوا ما كيبانوش، جوجل تيق فيا انا. علاش؟ راه شحال من واحد من عندك؟ لا جوجل كيقرا لي زالغوريثم، ديال جوجل اناليتيكس تيقراو، تيعرفوا شحال ديال بنادم كيستافد من الدوره، تيعرفوا شحال ديال بنادم خرج، شحال ديال بنادم قضى في الفيديوهات الاقدميه، بزاف د الحوايج فهمتي. يعني البلان اللي كاين هو هذيك بحال واحد طابلو مقدس فهمتيني، ما عمرو غادي يطيح، ما عمرو غادي. لا بشحال من واحد كان في هذاك في الجروب وخرج ذاك الجروب ديالو راسو وبدا كيدير الدورات ديالو حتى هو، بزاف باقي عاق عليهم بزاف. شحال من واحد واحد اخر ذكر الاسم بلا ما تذكروا الاسم الاخوان. المهم شوف ماشي مشكل، هذا صاحبنا وحبيبنا نبيل المحيل، تحيه ليه من هذا اللايف اللي كان معنا هنايا، تحيه السي نبيل. اول واحد جاب ريسكي للمغرب، اول واحد جاب ريسكين المغرب هو نبيل الحيلي. وقتاش الدراري ديال ريسكين واللي متبعين الدراري ديال الاونلاين ماركتينغ وداك الشيء راه غيعقلوا، وقتاش 2012 ولا 2000 مازال حتى واحد ما عمر شي واحد هضر على ريسكين، جا هو الاول هضر عليه فهمتي. علاش؟ جاب شي حاجه جديده فاليو للمارشي. ودابا باش يدير لك ما راه فاشله، غدير دوره فاشله احيد عندك شي صاد اكل الدار وشارب، ولا نيفو اخر، نيفو طلع دابا، نيفو طلع، نيفو هرب. يبغى دير شي حاجه، خدير شي حاجه هاربه بيان سور، ولا السيرفيس يكون شي سيرفيس زوين فهمتي. واحد الاخ قال لي 2012 وي 2012 وي بون. الى وجدتي شي اسئله خي امين، وهذا اللايف هذا من الافضل، بزاف ديال الناس بغاوه واقيلا يكون سيفد. لا غنكتب التيفي ضروري لحقاش التليفون تيوصلوني دابا لي ميساج تيقول لك قلتي لنا مع 10:30 دخلنا ما لقينا والو، يمكن واقيلا ما طالعش، ما عرفتش طالع ليه شي، ما طالعش ليه يمكن نوتيفيكاسيون بانني طالع لايف، يعني اغلبيه غيكون اي شي
شي 40% اللي طلع لهم بانني لايف، يمكن حيت وقيله مارس مارس اخويا نور ما هي الاسئله. قول لي شوف اخويا نور الدين، اساس نجاح في البيزنس شنو هو باش تنجح؟ مايند سيت، العقليه. عقليه اول حاجه شوف فاش تدخل في بيزنس اخوان، بالنسبه للدراري اللي باغيين يبداو دابا مثلا الاي كوميرس وعندهم خلفيه عاديه ديال مواطن مغربي، فهمتيني، هازين معهم واحد الكالتشر لودز، واحد القضيه ماشي مسائل، داك الشيء ثقافي تيمشي من الصغر راك الناس تسمعوا، اللي بغى يربح العام طويل خصك تكون موظف. رزق الله تشوفوا راك المغرب ما تيعطيش واضح. يعني اول حاجه غتبدل ملي غتدخل الاي كوميرس هو المايند سيت، تحاول دير واحد تصور على راسك بعدا، حيد داك الكالتشر لودز، حقاش كالتشر. المهم شوف اخوان الهضره ديالي قاصحه دابا، المهم دونت تيك ات بيرسونالي، حيد ديك الكالتشر لودز اللي عندك اللي ربونا عليها من الصغر، وجيب كالتشر جديده، كالتشر ما تنقولش حاجه اخرى باش ما تخلطوش فهمتيني الماء مع الزيت، انا تنقول غير كالتشر يعني الثقافه ديال انسان عايش في 2021، هذه خصها تبدل. غتجيب ثقافه جديده، منين غتجيب الثقافه الجديده غتجيبها من عند الناس اللي واصلين كيفاش كيفكروا، غتفكر بحالهم، سهله حنا ناخذوها سيدي. شوف انا ما نقولش كثير قرا في هارفارد، ما نقولش كثير شري 50 كتاب قراه، وما نقولش كذا، بسيطه غادي عشر واحد خمسه الناس واصلين في الاي كوميرس مثلا، واصلين تيديروا واحد 300 600 اوردر 1000 اوردر في النهار، اطريح معاهم غير واحد جوج سيمانات اوتوماتيكمون غتبقى تحس بالبولات تيشعلوا في دماغك، مرة شي بولة تدير ينقذوك ترن ترن تيحلوا لك عينيك على هذه الترن. هنا الاخوان هادو شد فيهم، عد فيهم شي تلقى الناس هادو عد فيهم ما تطلقهمش، هادو هما اللي غيديروا لك ديك الليفت غيهزوك من دونك. اتس اول اباوت اول حاجه مايند سيت، كالتشر، تهنى من داكشي الاولاني كيفاش نبدلو العقليه اخويا. عقلية شوف ما تتبدلش بين ليلة وضحاها، عقلية تتبدل بالسفر، تتبدل بالناس مع من تتلاقى، كما قلت لك دابا عزل غير خمسة الناس عمر معاهم واحد جوج سيمانات، عرفت براسك تبدلتي، غتبقى تمشي تريح مع الدراري صحابك اللي كتريح معاهم 10 سنين 5 سنين، هذا تبقى تقول له انت واش هادو مازالين هنا ولا شو وقعت ليا. لا شوف ولكن هذا الشيء كيحتاج مجهود، انت خاص تكون انت باغي، من ماشي كتسنى واحد الموتيفاسيون من واحد يقولها ليك ولا، خاص تكون انت باغي تبدل كتقول انا ستوب بارك عليا من هادشي اللي كندير، خاص ندير بزاف الحوايج، خاص نغير. انا 2010 كي كنت، 2015 كي كنت، 2020 كي كنت، ما خاصنيش قايل 22 23 كيف 2020، خاص تشونجي راسك ونعطي راسك واحد الدق ديال الخدمه، الدق ديال الخدمه وقلب بزاف كيكون خير. هادشي كامل كيقول نور الدين راه فريكين، وانا براسي جربته يعني فاش شونجيت راسي، يعني بحال يقول اخويا نور الدين تزعلت واحد 6 شهور تسد على راسي 6 شهور الخدمه الضا، كندخل الضا كنريح كما قلت لك، كنريح مع بنادم كنمشي نقلب على الدراري كنريح معاهم باش نحاول نطور راسي ونشوف، ماشي ما كتسناش معلومه تجي عندي، انا خصني نقلب عليها وتصبر لاي حاجه باش نوصل. بالنسبه لي انا ما يمكنش كيقول لك التكبر باش توصل، صعيب، خاصك ديما طيح كواريك وتكون باش تعرف شنو، خاصك ديما طيح كواريك، ماشي انت باغي توصل وهز خلفك السماء، راه مستحيل. لا ما يمكنش. دونك الاخوان العقليه انا عطيتكم فهمتيني لايك راب اب، بغيتي تتهرب في البيزنس وشي بعيد، اول حاجه بدل العقليه التفكير ديالك، راه هذا الاخوان هو تيجي منه كل شيء، راه ما كذب عليك لا كتشحال لك ولا كيجيب لك، كتخدم وكتشحال لك وكيجيب لك هو اللي يدير جداد، كتبقى جالس كتحلي الباكيت خاص غير تحل لكم، راه عندنا كل شيء هذا هو اللي غيفشلك ولا غينجحك، حنا راه لا خاصها تحل لكم تيجي بخير. لا والله خاصها تحل، انا براسي نيت كتكون مثلا كتحل لكم كتكون ناعس في الصباح حاجه الباك حطك دماغك كتحاول تطور تقاد كتخرج نتيجه زويونه صح، ما يمكنش تسنى ما خص تجرب ضروري ولا لا خويا نور الدين. لا تماما وقول لي خويا نور الدين كيسمو يدري بزاف، شكون مهم بزاف، واش الارتس ولا التنظيم ديال الخدمه، زعما التنظيم ديال الوقت ديال الخدمه، التنظيم ديال الجو ديال الخدمه، التنظيم ديال تكون ديك الحساب بالضبط، ولا هو الارتس هو اللي مهم؟ بحال بزاف الناس كيبقى يديروا غير الارتس كينساو شي جوانب اخرين.
شوف الادس راه داخل في التنظيم ديال الوقت تاعو. الا كان شنو بغيت نقول كاع، شوف دابا هاد السؤال هذا اخويا امين اسمح لي نقول واحد القضيه. زيد خذ راحتك. هاد السؤال لا علاقه. شوف الله يردين، اسمح لي. لا شوف شوف اسمع الله اسمع يردين، انا سمعنا من قلت قضيه كنعرف الدراري، انا هاد السؤال بالتجربه ديالي كنعرف الدراري عندهم على الاطس، ولكن كيفاش نشحوا مايا بالتنظيم ديال الخدمه ديالو. كاين اللي بان واش كتكون قصدي بايع على الاطس؟ الاطس، ولكن فهمني هو عنده مع الاطس، ولكن خدمته مرض ما مرض دماغ صاحبي، واش وفهمتني؟ هي فيسبوك اطس ياك؟ فيسبوك اطس. دابا يسمعني يا خويا امين، لحقاش الفيسبوك اطس راه ما عنده حتى شي علاقه بتنظيم الوقت، فهمتي؟ لا ولكن تنظيم ديال الخدمه، ماشي الوقت، تنظيم ديال الخدمه كامله ديالك، تنظيم الخدمه ديالك كامله، شوف كيفاش كتنظم البيزنس ديالك. انا انا كنعرف باش ما دايره ديالك، انا باش ما نكذبش فهمتي؟ عليك، دابا فيسبوك اس، شوف فيسبوك اس واحد الوقت كنت مقابله بوحديتي، راه هي تال ديغنييغمون، راه هي تال وقيلا شي عام ونص، دابا تال عامين عاد ديليكيتو الفيسبوك اس. هو ما عنده حتى شي، الفيسبوك اس تقدر ديرو في اي وقت بغيتي. علاش؟ لحقاش دابا كاين في مرحله ديال التيست، تيخصك تبقى حساس على واحد الدري ولا لا، كتسمى الاي بي تيستينغ. هاد الاي بي تيستينغ هو المرحله ديال ليكزاميناسيون، هذه الوحيده اللي نقدر نقول لك فهمتيني تحتاجها في الترتيب ديال البيزنس. علاش؟ لحقاش كتكونسوميك الوقت بزاف، الانرجي والتركيز، كتطلق مثلا 10 ديال لي كامبين، تيخصك تعرف بالتفصيل الممل اين وحده جابت الهايست ار او اي ولا ار او اي اس بالنسبه للفيسبوك ادز كيسميوه، ولا كاع البيبليسيتي اون جينيرال ار او ا اس ريتورن اون اد سبنت. هنا نقدر نقول لك ايه، تقدر دير مثلا واحد الكالوندر، تبقى تقول فيسبوك ادز ما نفوتش فيه جوج سوايع في النهار، غندخل فيسبوك ادز مع 8 10 نكون ساليت كل شيء، نكون طلقت الكرياتيف ديالي، طلقت الكامبين، البيدجي واش غنخدم سي بي او ولا ا بي او، هادشي كامل فهمتيني. راه روينه هو، راه بصح السؤال، راه هو راه هو هو راه سؤال بقوة ما هو هادف، راه كيبان ستوبيد في الاول، ولكن راه ملي ندخل الاعماق ديالو راه فريمون سؤال، راه سؤال سؤال واعر. علاش؟ علاش حنا دابا شوف تطلق عندك مع فيسبوك اس كتطلق، ولكن في التنظيم ديالك ديك المورف كتجي بها كتكون عندك مرونه، فهمت كيفاش؟ يعني كتلقى عندك ليفل مرونين، كتصرف السلعه ما كتقابلش كاش فلو ديالك، ما كتقابلش بزاف ديال الامور، فهمتي؟ ما كتقابلش الروتر ديالك، بزاف ديال الحوايج كيخلوك بيزنسك يهون. انت كتجيب لي سيز، ولكن مورا السيز هذيك هي الخدمه كتكون بزاف اللي خاصها التنظيم ديالها، التنظيم ديال الخدمه ديالك. فاش ما نقول لك نوصل لك لا انايا، شوف شوف فيسبوك اس هو سيت ان بيلي ديال الاي كوميرس، صافي دير هو واحد تو دو ليست اللي تديرها يوميا. الفيسبوك اس باش نتفقوا الاخوان، فيسبوك اس واحد بيلي يعني لاصق لاصق لاصق، يعني من اللي طاش اللي كدير يوميا هو الفيسبوك اس. يعني بحال مثلا كيما كتجي عندك سوسيتي دي ليفغيزون يوميا كدير غامصات باش كتليفري، عشان فيسبوك اس خصك تدخل ليه يوميا، تراقب الارقام، تطلق الكامبين، تحيد الكامبين. انا تيبان لي احسن وقيته فين تجري فيسبوك ادز ماناجر ديالك هي الوقيته ما بين 8 و10 د الليل، فهمتيني؟ 8 و10 د الليل. علاش؟ كتكون جيتي من البيرو، داز الغاماساج، الغاماساج كنريكومونديه ديما مع 3 د العشيه، 3 د العشيه 3 4 هذه الوقيته ديال الغاماساج. المهم 12 الفوق دير غماساج، تسالي الخدمه مع ليكيب، ترجع للدار ارتاح مع راسك، قصي سير لاصال، المهم شوف انت لاكتيفيتي اللي تدير. 8 تعود تلقاك قدام بيسي، غتحل لي يا سيدي داك الفيسبوك ادز ماناجر ديالك، غيطلع لك الارقام، غيطلع لك واحد السيفه ديال الارقام، السيفه ديال الكامبينز، داك الشيء اللي طالق، وتما فهمتيني ديكونيكت على العالم أوه. الخارجي، نسى شي حاجه سميتها البرودوي، قرا الارقام فهمتيني، ريد يور نمبرز. وراه كاين الاخوان بزاف 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 تيهضروا على الكي بي ايز ديال فيسبوك ادز، شنو هو كوست بير مايل اللي مزيان، شنو هو الكوست اللي مزيان بالنسبه للمغرب. انا ديما كنريكوموندي سوا
ستور ليدز سميتو سي او دي ستور سوا ليدز سوا ميسنجر سوا واتساب هادو ديما تريكومونديهم ما ننصحكش دير شي حاجه اخرى فهمتيني الا كان عندك وان سينجل برودكت وغير واحد اللي كتبيه والبراند ننصحك دير ليه لاندين بيج لاندين بيج الا كانت عنده شي كام اخرى ولا هذا دير ليه لاندين نفس الديزاين ديال ديك لاندين بيج في الكام الاخر بون هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للفيسبوك اصلا اخوان راه باش تنظم وقتك وتنظم البيزنس ديالك خصك ضروري يوميا تشيكي واحد السويعه ولا جوج انا بالنسبه ليا هذا الشيء كنت كنديرو انا درتو سنين وسنين فهمت حتى فريمون داك الزروقيه ديال الفيسبوك مابقيتش تجيني بحال لابيط نوار تنشوف ديك الزروقيه ديال الفيسبوك تنهرب هذيك ولا داك الكري داك الكري اللي غادي للمارو الفيسبوك اس اللي كنعرفش مازال ولا تنشوفو تنعلق ايوا الحمد لله لك واحد غند راسه ديال الفيسبوك ادز ديال الاي كوميرس غند راسه هي تقري راسك ناس اي كوميرس تقري راسك وتعرف وتعلم وتجرب جرب 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 راه غادي دير شوف نصحك اخويا غند راسه ديال الاي كوميرس ما بلا ما كايناش في المغرب ما كايناش كاينين شي مدارس تيقراو الاي كوميرس ولكن راه لا يغني لا يسمن ولا يغني من جوع راه ما كاين حتى شي حاجه خدامه في الوسط اي تاوك شي اي كوميرس ما غادي تطبقو بالي اصدق نافض اصدق ميتم تاوك شي اي كوميرس ما يلوحك يلوحك فاش غير نشرك اي تاوك شي اي كوميرس ما عرفتش احسن طاقتك ما اخوان باقي شي سؤال ابو امين لا ولكن خويا هادشي اللي كانت الساعة الأسئلة سولتك قيدتهم كاع درتهم لك أنايا هادشي اللي كاين أنا طالع نضرب واحد الطليلة خفيفة إلا بان لي شي كيسيون زول بحال لا بان تيست برودكت راه قال لك واحد تيست برودكت في الفيسبوك واش فعلا الخوت تزاد الشحن من الصين بواحد الشكل كبير هذا السؤال سي امين هو اللي جاوبكم عليه هذا ديالو زاد اخويا زاد بزاف وما كاينش شوف اللي كيسمي السبب ما كاينش سبب بين واش كيقول كيقول واقيلا حنت لي كونطون يبقاو واحدين في ميريكان كيقول لي كونطون يبقاو في العالم كامل لا حكا واحد البور كبير في الشين وتسد كل واحد كيقول لا كورونا كضرب هنايا السبب الوحيد اللي اتفقوا عليه بزاف ديال الناس هو هناك حرب بارده بين ميريكان والشين هذا هو السبب والكونطون ضرب تقريبا كان من 3 مليون و800 حتى 4 مليون في الايام العاديه قبل في 2019 دابا حاليا وصلت 18 مليون 20 مليون وكيقولوا الناس غيوصل حتى 25 مليون تصور من 4 مليون كان ديك البلافون 4 مليون وصل حاليا 25 مليون وحاليا كنت كنقلب على شي واحد 19 مليون وتسنى نوبتك الى لقيتي وتسنى نوبتك ودابا حاليا واحد عطيو واحد شهرين ما تلقاش الكوادر كاع علاش حيت كتقرب ديك العطله ديالهم الناس كيحاولوا يشارجيو كيحاولوا يشارجيو الماكسيموم ديال لي كونتينر باش يخيصوا ديك الشهيه كتلقى لك السلعه كيبقى ما كيبقاش لك الديكالاج يعني ما كتلقاش الكوادر كاع بالمره يعني الشحن مشنشط ديال بصح وهادشي غتشوفو مازال في لي برودوي تلقاهم طالعين غتلقى شي نوع وقت غيدخلو هادشي اللي كيبان اغلبيه الناس ديال التجار متفق هادشي كامل كيقول اغلبيه بالنسبه ديال 100% كيقولوا في الهضره وابر صح حتى الديوانه زايده واحد الاخ قال لكم فين كلين دير السي او دي في اوروبا وانا في المغرب وي خويا يمكن لك ديرو غير هو ما ديروش انت مبتدئ ديرو حتى توصل للسيغتاني فهمتي انك تسيي البيزنس ديالك فريق العمل ديالك تسيي الحسابات با 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 هادشي كنا جاوبنا عليه تقريبا كل اسئله داكشي غنى عليهم ياك واش الا فتحت فيسبوك في ار دي بي واش ما نخافش على البيزنس مانجر لا تخاف عليه اخويا تخاف عليه
ار دي بي ما عندهمش ستاتيك اي بي دوميستيك اي بي، دونك فيسبوك دونك الاي بي غيبقى على شاك فوا يتبدل. وهنا الفيسبوك غادخل شي نهار وغيعطيك يطلب منك لا كارت ناسيونال ولا نمرة التليفون، ولا يقدر يأثر لك على البيزنس مانجر. دونك ننصحك تخدم ب في بي اس فيرتوال برايفت سيرفر، يعني كيولي ديالك ديديكيتد في اي بي. بي سي ديالك انت في المغرب وعندك بي سي في استراليا، بي سي باي بي ديالو باكرون ديالو بكل شيء، فهمتيني؟ غير هو فيرتوال ولكن بي سي اي بي وحده ما كتبدلش، يعني بي سي ديالك انت الوحيد اللي كتدخل ليه، عندك الديسك توب ديالك، عندك لوجيسيال مانستالين فيه، عندك كل شيء. سميتو في بي اس. هذا الاخ بالنسبه للاخ اللي سولني، وهذه القضيه الاخوان تنفعكم بزاف في القضيه ديال البيزنس مانجر السدان اللي قلت لكم ديغنيغمون. راه في بي اس راه ما فيهاش شي مشكل. دونك قول لي قول لي هنا قال لك هنا امتى الانسان يقدر يدير بحال قال لك الفريق العام امتى غيدير؟ اذا كان فاضل الكومود تقريبا شحال عدد الكومود باش يدير الفريق العام، يدير البيرو ويدير يزيد البلاص. انا صراحه سولو ليكسبيريونس وبزاف الناس اللي خدمت معاهم والناس اللي لي زيتيديون وداك الشيء اللي لقيت بان كاباسيتي ديال واحد هي 20 كوموند في النهار ماكسيموم، ما كيقدرش يفوتها. اون فوا فوت 20 ديال ليكيب ديال اللي عاون فوت 20 غتجيب اول بنت ايجنت غتحطها تعطيها التليفون تعطيها النمره تدخلها في دوري البيرو ولا خا من لا بيرو اكثر من ثلاثه ديال الناس. لا هو في البدايه بحال هكا يدير بيرو ولا يدير دار من احسن، هو في دار انيس تبقى في داره. شوف هو 20 سنه على حسب الامكانيات، اذا كانت الامكانيات موجوده وبنادم بغى انفيستي يمشي بعيد واي نوت يدير واحد اللوكال كوميرسيال بيرو، يبقى ينظم الخدمه ديالو تما، يقسم ما بين البيرسونيل والبروفيسيونيل، ماشي يجيبو يخدم من الدار فهمتي. دونك يمشي للبيرو يخدم الحسن. انا تنظم الا كانوا امكانيات وبان باغي يمشي بعيد وباغي انفيستي فهمتي، حقاش اصلا راه السي او دي بيزنس في الجروث ديالو راه دغيا تيطلع، يعني راه في شهر ولا شهرين تقدر تحتاج واحد 15 واحد ولا 10 يخدموا معاك. تبارك الله. شوف اسئله شي سؤال اخر، كيفاش تختار فريق العمل؟ هنا في الروكريتمون كدير واحد الحمله ديال الروكريتمون، كيصيفطوا لك فيها لي سي في، كتبوستي لي في لي جروب. مثلا ايكوموريوز خصني بنت للكونفيرماسيون، تيطلعوا تيكتبوا ليك تقول لهم صيفطوا لي السي في ديالكم، وتتجمع واحد 8 ولا 6 الناس. شوف ديك الساعه تلقى شحال واحد دايره وكتصدقني مزيانه. دونك اخوان الو الو كنت تيستي برودوي نهار الاول كيجيب والو نحبس ولا لا؟ نهار الاول 24 ساعه على حسب. شوف ما تقدرش تعرف، تقدر تخدمو بوجيكتيف ما يجيب لك والو، تخدمو بوجيكتيف واحد اخر يجيب، تقدر تخدمو بستور ما يجيب لك والو، فاش دير ميسانجر يجيب. ما تقدرش تحكم، حكم على لون تيرم، حكم على لون تيرم صراحه، حكم على سيمانه 4 ايام بو هادشي اللي عرفتيني. كيبقى غولاتي واش برودوي براند ولا هذا انت كتوصي بزاف على لي براند اخويا نورتين البراند. صافي انا وصلت لواحد النيفو قلبك كيحل بزاف لي براند، انت خاطرك بزاف لي براند. انا صافي حقاش عارف بانهم هما اللي غيبقاو خدامين هنا قدام السميه حتى السياسه ديال فيسبوك ارت وقع لك هاد القضيه، يعني دير لي براند. بون هو الفيسبوك ادز غير ما تخالفش القوانين ديالو، الا ما خالفش القوانين ديالو سواء براند ولا برودوي شينوا تبيع
غير ما ديرش مثلا والله شي حاجه يسر. اغريسيف، شي بيفور وشي افتر ولا. دونك هو هذا الاخوان. شوف تنشكركم حيت حضرتوا معنا في اللايف، تنشكر سي شكرا امين اخويا على نور الدين، الاستضافه. مرحبا اخويا نور الدين، انت كنشكرك على مرحبا، الوقيت هذا صافي بليزير. وشديناك معانا، كنا تقريبا درنا غير نص ساعة نص ساعة، الوقت دغيا داز، مزيانة تبارك مزيانة، الله راه ولكن شغال. الساعة راه هي 6 سوايع ديال اللهم يسر. تبارك الله، شوف كان في تبارك الله، كان في تبارك الله داك الشيء الجهد بصراحة، نغمسنا مزيان، معلومات شي معلومات قيمة وجداد، يعني ماشي شي حاجة محروقة ولا معاودة، يعني عطيه شي ناس مفيد من الاخر، تراك شديد وكينج. مرحبا اخوي امين. شوف مازال السفل طويل، مازال النفس طويل. شوف انا ودي الخيط مازال معكم حتى 2036 تيمشي.